الإطار التنسيقي يستأنف حواراته لتشكيل الحكومة داعيا الجماهير إلى تظاهرة تحمي المؤسسات الحكومية من التخريب. بين مطالب التيار وشروط الإطار أزمة خانقة تحتاج إلى الحوار والاحتكام للمقررات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام. بيان الإطار الشيعي يوم أمس وضع النقاط على الحروف للمرحلة المقبلة، أولها إعادة الحوارات إلى الساحة السياسية اللي من شأنها تكمل ما بدأه الإطار من تشكيل حكومة خدمية وطنية تعالج المشاكل اللي يعاني منها المواطن وتلبي احتياجاته، ومن ثم الاستحقاقات الدستورية الخاصة برئاسة الجمهورية، وكذلك دعوة الجماهير المؤمنة بالقانون إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والخروج بمظاهرة تحمي المؤسسات الحكومية من التعدي والدفاع عن المسار الديمقراطي. أما في ملفنا الثاني من حصاد الليلة في مشهد يعكس حجم الهوة بين الأطراف القابضة على المشهد وعدم اتفاقها حتى اللحظة في رسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، فالسيد الصدر يؤكد على أهمية أن يتخذ القضاء موقفا بحل البرلمان لتعثره في إكمال ما يقع عليه من مهام. أما الرأي الآخر فإنه يختصر الحل بمقررات الدستور والاحتكام لرأي أعضاء المجلس النيابي، والذهاب لهذا الخيار يستلزم إعادة الأمور لنصابها الحقيقي، فالحلول محدودة ومعروفة ومعقولة أيضا. إذن مشاهدين الأحبة في حصادنا لهذه الليلة راح نفتح هذين الملفين المهمين ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. التشنجات السياسية اليوم يشهدها البلد إن استمرت حتما ستؤدي إلى نتائج سلبية ليس بصالح البلد، فاستمرار الاحتجاجات يعني تعطيل البرلمان إلى إشعار آخر. لكن هنا برز دور الإطار الشيعي بالوقوف ضد هذه التجاذبات وتمسك كل فريق بما يحمل من آراء، فكان اجتماعه يوم أمس ينم عن مسؤولية وطنية يتحملها الإطار من أجل مصلحة البلد، إذ أتى بمخرجات أهمها السعي لإكمال حلقة تشكيل الحكومة اللي توقفت عند مرشح رئاسة الجمهورية والدعوة إلى حماية المؤسسات الحكومية بتظاهرة سلمية تمنع التخريب. إذا المشاهدين الأحبة نفتح هذا الملف بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. خطوات تصعيدية جاءت من بعض الأطراف بغية تعطيل تشكيل الحكومة المرتقبة التي وصل بها الإطار الشيعي مراحل متقدمة من حسم ملفها، لكن اليوم عاودت الكتل السياسية الشيعية ومن ينضوي معها استئناف اجتماعاتها بخصوص استكمال الاستحقاقات الدستورية انطلاقا من مخاوف انزلاق البلد إلى فتن في ظل فراغ السلطة. فاجتماع أمس بين قادة الإطار الشيعي أفضى إلى قرارات تنتشل البلد من هاوية تعطيل الاستحقاقات الدستورية، مع التأكيد على ضرورة احترام المؤسسات الحكومية بانطلاق مظاهرة سلمية لحمايتها من التخريب والمساس بها والوقوف مع الخطوات القانونية، وكذلك استمرار الحوارات التي تنقل البلاد من مآزق الخلافات والتدمير. أما إلهاء الشعب عن ملف حسم مرشح رئاسة الجمهورية، يتصدى لها الإطار الشيعي مجددا بعودة الحوارات التي تبطل مساعي الجهات الأخرى الرامية لتعطيل اختيار مرشح البيت الكردي، وكذلك إعادة عقد الجلسات التي أشار مراقبون إلى إمكانية انعقادها في مكان آخر ليس بالضرورة أن تكون داخل البرلمان في بغداد. فحل البرلمان وفق المهلة التي وضعها التيار الصدري يراها المتخصصون خطوة صعبة في الوقت الراهن لما لها من متطلبات بتصويت أغلبية أعضاء البرلمان المطلقة
وتقديم طلب من رئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية، وهذا ما لا يحصل في المرحلة الحالية كون الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بذلك عطلت بالاحتجاجات. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريم الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. حياكم الله دكتور، ضيفا كريما. أسأل حضرتك يعني عن النظم السياسية وعن حق التظاهر اللي كفل الدستور، نسأل هل هي ردات فعل أم اتساق في موضوعة التظاهرات؟ يعني بمعنى بأنه بالوقت الذي يعتزم فيه الإطار التنسيقي بالخروج بتظاهرات ويحشد جمهور الخروج بهذه التظاهرات يوم غد، أيضا قرر التيار الصدري إخراج جماهيره وكل في محافظته وفي ذات التوقيت، ألا يشكل هذا رسائل متقابلة في الاحتكام السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد ومشاهديكم الكرام. حياكم. بالذات فيما يتعلق بموضوع التظاهرات، نعتقد أن العراق بالآونة الأخيرة بدأ يشهد تظاهرات وتظاهرات مضادة. بشكل عام التظاهرات من حيث المبدأ لطالما هي تظاهرات سلمية فقد كفلها الدستور وكفلها القانون، ولذلك التظاهرات بالوقت الحاضر هي بمثابة استراتيجية تتبعها جميع الأنظمة، العفو، جميع الكتل السياسية، لا سيما التيار الصدري اتبع هذه الاستراتيجية منذ 2005 ولغاية الآن. فيما سبق نجحت هذه التظاهرات في تحقيق الضغط على البرلمان لغرض إيجاد قانون انتخابات، وتم تعديل قانون انتخابات، ولذلك التيار الصدري يعتقد أن هذه التظاهرات قد تساعده في عملية تحقيق مطالبه، لا سيما فيما يتعلق بموضوع الحكومة ومستقبل الحكومة. فيما سبق دعا إلى فكرة الأغلبية السياسية ولكنه لم يستطع أن يصل إلى 220 نائبا، ولذلك موضوع التظاهرات فيما يتعلق بالإطار التنسيقي هو يعني دعا للتظاهرات، هدفه الأساس أن الجمهور الموجود في المنطقة الخضراء أيضا لديه هناك جمهور آخر لديه وجهات نظر مختلفة، بمعنى أن التظاهرات المضادة من قبل الإطار وفي ما يتعلق في أسوار الخضراء هدفها الأساس أنه بيان أنه التيار الصدري بالرغم من وجود هذه التظاهرات هو لا يمثل الجميع، وإنما هناك تظاهرات أخرى قد تكون هي نفس المستوى من حيث الكثافة. هذه الرسائل المتبادلة. بغض النظر عن هذه الرسائل، ما نتمناه أن الجميع يحافظ على السلمية وأن الجميع يلتزم بالأماكن المحددة للتظاهرات، باعتبار أن التظاهرات رسالة حضارية في ظل الديمقراطية التي ينعم بها العراق ما بعد 2003. طيب. ولكن هذه التظاهرات يجب أن تكون محددة المطالب لكي يتم التعامل معها من قبل صانع القرار. مهسة مرة عندنا مطالب ومرة أخرى في هذه الأثناء، خليني دكتور طارق أرحب بضيفي الكريم الأستاذ معين الكاظمي النائب عن تحول الفتح. حياكم الله أستاذ معين، ضيفا كريما. عندما نتحدث عن تظاهرات الإطار التنسيقي اللي دعا إلها بالخروج عصر يوم الغد، هنا نتحدث عن هيبة الدولة، عن مشروعية مؤسساتها، عن الحفاظ على هذه المؤسسات، كيف تنظر إلى التظاهرات اللي دعا إلها التيار والإطار التنسيقي، والتيار أيضا دعا بخروج تظاهرات مقابلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. حياك. كما تعلمون أن التظاهر أو الاعتصام الذي بدأه التيار الصدري والبيانات الصادرة والتغريدات تدعو في البداية إلى تغيير النظام السياسي، تغيير الدستور، وهكذا الآن وصلت إلى قضية حل البرلمان وإقامة انتخابات جديدة أخرى وتشكيك بكثير من أمور من شأنها أن تجعل هذا البلد مشلولا كما هو الحال حاليا من خلال الاعتصام داخل أروقة وقبة البرلمان والآن بجوار مجلس النواب. فالدولة اليوم مشلولة بقوتها التشريعية، لا يمكن لأعضاء مجلس النواب من الاجتماع ومتابعة تشريعات قانونية وغيرها، وهناك شلل في مجال تشكيل الحكومة بسبب هذه المواقف المتناقضة. لذلك رد الفعل أو الدعوة التي دعا لها الإطار التنسيقي بالدرجة الأولى هي شعاراتها المحافظة على
ما تبقى من هذه الدولة وتقويتها. طيب. لكي يشعر المواطن أن هناك قانون ونظام وليس كما يجري حاليا. الدكتور الزبيدي يقول بأنه رفع شعارات وبيان المطالب أثناء هذه التظاهرات، التيار أو الإطار التنسيقي حسم أمر بهذه التظاهرات رفع شعار الشعب يحمي الدولة، بالتالي كيف يحمي الدولة ومن من أستاذ معين؟ طبعا يحمي الدولة ويطالب بتطبيق القانون والأنظمة، وأن يكون لهذه الدولة صلاحياتها وتحقق هذه الصلاحيات سواء قوة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية. ولذلك تحمي الدولة الحالية والمستقبلية التي ندعو أن يكون هناك تشكيل لحكومة، وهذه الحكومة تحقق ما يرجوه الشعب العراقي من تقرير موازنة لعام هذه الأشهر المتبقية للسنة الجديدة، فرص عمل وغيرها من أمور. حماية الدولة شيء مهم وأساسي ويعطي حالة من الإطمئنان لدى أبناء الشعب العراقي. المجتمع بطبيعته وفطرته لا يرضى بالفوضى، وهناك حكمة قائلة بهذا الاتجاه. فالمطلوب المحافظة على استقرار البلد من خلال حماية الدولة واحترامها، وإلا سيكون عالم الغابة. لذلك حماية هذه المكتسبات وما تحقق من النتيجة الديمقراطية مع كل الملاحظات لابد أن نقر بالقانون والدستور، وإلا كل يشتهي ويعمل على شاكلته هذا غير صحيح. لذلك لابد من أن يكون هناك موقف للشعب العراقي إزاء حالة من ترك النظام والقانون والتحلل من هذه الأمور، وهي قضية خطرة. وهذا ما نراه اليوم. اليوم طيب. هناك تعطيل لحياة الناس، تعطيل لكثير من الأمور والقضايا بحجة التظاهر والاعتصام وغيرها، وهذه الاعتصام والتظاهر لابد من وجود ضوابط لها وليس طيب. بهذه الطريقة المنفلتة. دكتور طارق يقارن أستاذ معين بين التشكيل والتعطيل، بالتالي الاستخدام ضغط الشارع، شارع يضغط حول التشكيل والمؤسسات الدستورية وعودة جلسات مجلس النواب، وجمهور آخر يدعو إلى تعطيل جلسات مجلس النواب إلى أن يصل إلى الحل. بالتالي إحنا في نظام دستوري، والنظم السياسية لربما هي وضحت طرق ومسالك قانونية ودستورية. هل هنالك مخارج لضغط الشارع بأن ينهي عمل البرلمان؟ ابتداء رحب بالأستاذ معين الكاظمي، وفيما يتعلق بالذي طرحه كلام جدا سليم، باعتبار أن الأنظمة السياسية الديمقراطية تحدد مكان للتظاهر وكذلك تحدد توقيتات معينة لغرض إبداء الرأي. ولكن بالعراق دائما ما نجد أن التظاهرات والاحتجاجات في غالبها الأعم لم تحدد، يعني لم تأخذ رخصة من قبل وزارة الداخلية، باعتبار هناك يعني قانون يحتم على تحديد المكان والزمان. لطالما هناك أعداد كبيرة ليس أمام السلطة التنفيذية إلا أن تتعامل مع هذه الجموع بطريقة سلمية وعدم فض هذه الاعتصامات بالقوة. فضلا عن ذلك، أن جمهور التيار الصدري هو جمهور مثل ما يعلم الجميع جمهور كبير ولديه مطالب. نعتقد أن المطالب الأساسية من هذا الموضوع، موضوع التظاهر اللي موجود بالمنطقة الخضراء، هدف الأساس هو محاولة تعويض ما خسره من عملية الانسحاب. عملية الانسحاب نعتقد منذ البدء أنها هي غير مدروسة، ولم صار يعني اتخاذ الموقف في موضوع انسحاب التيار الصدري من البرلمان لم يحسب له حساب، لا سيما أن المطالبات الحالية بكثير من النقاط للقضاء أو غيرها كان التيار الصدري يستطيع أن يؤديها وهو داخل قبة البرلمان، باعتبار أن التيار الصدري كان لديه ثقل في داخل البرلمان. ولذلك عملية الاحتجاجات بهذه الكثافة واستمرار الاعتصام في بهذا المنوال، هدف الأساس هو عملية تعويض عملية الخروج، باعتبار أن عدم وجودهم في هذه المنطقة وتظاهرهم سوف يتم المضي في عملية تشكيل الحكومة، وقد يعتقدون أن الحكومة عندما تتشكل قد يكون هناك خسارة من على المستوى السياسي أقصد، ولذلك يحاولون أن يعوضون هذه الخسارة من حيث الانسحاب
تظاهرات واحتجاجات. مو ايضا هنالك خساره للشعب، اشار السيد الكاظمي بانه عدم وجود موازنه، لا خدمات ان لم يكن هنالك تشكيل الحكومه. طيب الفراغ السياسي هل سيؤدي الى حرمان الناس من حقوقهم ويعني مطالبهم المشروعه وحصولهم على الخدمات؟ اكيد عمليه التاخير والتعطيل هي عامه ليس فقط على مجلس النواب. اكو نقطه جدا مهمه، الدستور حدد موضوع مهام السلطه التشريعيه هي مهام رقابيه، ولذلك نجد ان هنا مضت على تشكيل مجلس النواب بحدود ما يقارب 9 أشهر وهو لم يراقب عمل البرلمان، لم يراقب عمل الحكومه، وهذا في حد ذاته تعطيل رقابي. وفضلا عن ذلك نعتقد ان جميع المواطنون بالوقت الحاضر ينتظرون الموازنه، من ينتظر التعيين، من ينتظر تحريك السوق، حتى السوق بالوقت الحاضر تشهد شبه ركود باعتبار ان الوضع السياسي القائم بالعراق يؤثر على المستوى الامني، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي. هو التاخير واضح وهي عقبه يعني تكون تداعياتها للجميع وليس حكرا على جهة معينة، ولكن عملية التعامل مع هكذا احتجاجات وهذا اعتصامات تحتاج من النخب السياسية أن تبدي عدد من النقاط المهمة التي قد تحاول أن ترضي مطالبهم، وهذه المطالب هي واضحة منذ البدء فيما يتعلق بموضوع المرشح وطبيعة المرشح. مع العلم مرشح الإطار التنسيق السيد محمد شاع السودان ليس من باب المجاملة، هو من أفضل الشخصيات من حيث النزاهة والكفاءة، ولذلك هو شخصية ممتازة. ولكن فيما يتعلق بالعقل الجمعي هناك حقائق يجب أن تقال. العقل الجمعي العراقي مع الأسف بسبب ظروف كثيرة جعلت من موضوع الحزبية نوع من الفوبيا، الجميع يرفض الحزبية حتى وإن كان متمكن وقادر. هذا الموضوع حقيقة يحتاج بحث كبير فيما يتعلق بالشخصية الحزبية. طيب. ولذلك أعتقد أنه الإطار التنسيقي بالمستقبل سوف لن يرشح بالمستقبل، حتى وإن كان بالمستقبل البعيد سوف لن يرشح شخصية حزبية، ويحاول يعتمد على الشخصية المضمون المستقل قد يكون توجهاته توجهات قريبة من الإطار التنسيقي. طيب. نعم. أستاذ معين، يعني كعضو مجلس نواب هل هنالك تبعات لعدم انعقاد جلسات مجلس النواب؟ هسه تبعات على المستوى القريب وايضا على المستوى البعيد، نلاحظ بانه ملف خدمات، ملف تشكيل حكومه، ملف اختيار رئيس جمهوريه كلها ايضا تعطلت بسبب التظاهرات، هل هنالك تبعات اخرى؟ طبعا من واجبات مجلس النواب وكجهه تشريعيه ورقابيه. نعم. اليوم هذه القضيتين معطله، لذلك قد يكون كثير من أعضاء مجلس النواب حاليا وأنا منهم منشغلين بالشأن المحلي في متابعتنا للدوائر وغيرها لأداء الواجب اللي بعهدتنا، والمفروض هناك متابعة من مجلس النواب يستدعي مدير مصرف الرافدين كيف تمت قضية بوابة عشتار، شنو 600 مليون دولار، هذا الفساد دي يصير بحكومة تصريف الأعمال وغيرها من قضايا كثيرة تجريها هذه الحكومة، لابد من رقابة. نعم. لمجلس النواب على الوزارات والجهات التنفيذية، إضافة إلى القضية التشريعية هناك قوانين. نعم. مهمة لابد من تشريعها، ومنها قانون الموازنة لعام المتبقي لعام 2022-2023، كل هذه معطلة بسبب هذا الحصار المفروض على بناية مجلس النواب والاقتحام الذي حصل له، وهناك قضاء لا يمكن حديث عنها عما فقد داخل مجلس النواب من اللجان والمستمسكات وغيرها، حتى هاردات وأجهزة وغيرها. هذه قضية خطرة أدت إلى تعطيل ليس فقط أعضاء مجلس النواب، حتى الموظفين اليوم لا يمكنهم ممارسة عملهم ودورهم بشعور أنه من خلال هذه القضية يمكن الضغط باتجاه الحل. فواجب مجلس النواب معطل، ولذلك دعا عدد كبير من أعضاء مجلس النواب لرئيس مجلس النواب لعقد اجتماع سواء في هذا البناء أو في مكان آخر، ولا بد أن يكون مثل هذا الإجراء لمناقشة موضوع ما جرى بقطع الكهرباء على محافظات متعددة وغيرها من قضايا مهمة لا بد من متابعتها. ولكن مما يؤسف له أن الجهة السياسية التي تحرض على موضوع اقتحام المجلس ومحاصرته ورفع الشعارات هي بالحقيقة هناك تضليل للجمهور ولعامة الجمهور. مع الأسف هؤلاء الجمهور نواياهم حسنة ولديهم اندفاعات جيدة وصالحة، ولكنهم كثير من القضايا مضللة
ما يطرح من شعار مثلا مكافحة الفساد، ولا نرى منهم حسيسا نحو هاي الحكومة التي ممتلئة بالفساد. لماذا لا يعترض على فساد حكومة تصريف الأعمال وزاراتها، ويوميا تظهر فضيحة من الفضائح، ما نسمع تغريدة ولا اعتراض وكأنما هذه الحكومة هي معصومة ولا يعترض عليها، ونقول نحن نريد الإصلاح ونريد أن نكافح الفساد. وهكذا هناك نقمة من الجمهور على أداء الحكومة، على أداء الدوائر التنفيذية وغيرها، بينما يتم توجيه هذا الجمهور نحو حكومة لم تشكل لحد الآن ويعترض عليها. عم تعرفين الحكومة الحالية اللي مملوءة بالفساد والأخطاء وغيرها، باعت الوطن خط العقبة ب 28 مليار دولار حتى يوصل النفط إلى الأردن ومصر ومن هناك إلى إسرائيل، ميناء الفاو عطل واتفاقية الصين جمدت حولت إلى موضوع الشام الجديد، مشروع الشام الجديد، وكأنما مصر تقدر تبني لنا بنية تحتية، وهكذا بادية السماوة وغيرها، محطة الخيرات وتوتال ماخذة ب 30 مليار دولار في بالجنوب العراق وغيرها، هاي قضايا خطيرة. مع ذلك نرى من يدعي الإصلاح ومكافحة الفساد ما يعترض على هاي الإجراءات اللي هي تعتبر خيانة كبرى لمصلحة البلد، من شأنها كانت حل مشكلة لو مشتغلين بالاتفاقية اللي بداها الدكتور عادل عبد المهدي وصار عليها التحريك وغيرها، كان بالإمكان إيجاد ملايين فرص العمل لشبابنا العاطل عن العمل وغيرها. طيب. كان كمل ميناء الفا وغيرها من القضايا. لذلك التضليل الذي يحصل، وكأنما من يدعو للاعتصام بأنه غير شريك بال 15 سنة الماضية، ما كان موجود بالحكومات من 2005 وإلى اليوم ولحد الآن، هم يتغلغلون في مفاصل الدولة بشكل رهيب. طيب. ويدعون بأنهم معارضة، أنتم الحكومة بيديكم، كل مفاصل الدولة بيديكم، لماذا هذا الأداء السيء لوزارة الصحة، لوزارة الكهرباء، لدوائر مختلفة كثيرة؟ طيب، أيضا موضوع جيب المواطن دكتور طارق، نتحدث اليوم عن مشاكل ربما تظهر تباعا ما محسوسة لكنه راح نلمسها بالفترة القريبة. يعني أيضا هنالك تحذير من أن حكومة تصريف الأعمال تستطيع تمشية الموازنة 1/12 لمدة عام واحد. صح. هذا العام راح يخلص بالعام المقبل، ماكو رواتب للموظفين، شلون راح تصرف؟ يعني تعرف شريحة الموظفين أيضا شريحة كبيرة، الأكاديمية شريحة كبيرة، لما أكاديمي وراتبه متوقف شلون راح يكون الحل، أو الحال أيضا شلون راح يكون؟ ما تفضلت به صحيح فيما يتعلق بالصرف 1/12، يفترض لعام واحد، وعندما ينتهي هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تصرف رواتب شهر الواحد من السنة القادمة. ولذلك نجد أن موضوع تشكيل حكومة هي مسألة في غاية الأهمية، لا سيما وأن تشكيل الحكومة قد يؤدي إلى استقرار السوق ويؤدي إلى إيجاد موازنة بأسرع وقت ممكن. ولكن عملية المطالبة بتشكيل حكومة في أسرع وقت تلاقي رفضا من قبل جمهور آخر، لا سيما جمهور التيار الصدري، الذي يعتقد أن حكومة التصريف الأعمال يفترض هي التي تقوم بإدارة الانتخابات المبكرة، في حين إطار تنسيقي يتمسك بفكرة أن الانتخابات المبكرة يجب أن تكون في ظل حكومة أخرى تختلف عن الحكومة الحالية. ولكن البعض يرى أن عملية إيجاد حكومة بالوقت الحاضر سوف تكون لها كامل الصلاحيات، وإذا ما كانت حكومة بكامل الصلاحيات قد يشكك البعض في إمكانية إيجاد انتخابات مبكرة، باعتبار أنه السؤال الذي يطرح من الذي يضمن؟ سؤال قد يطرحه الكثير من العراقيين والكثير من المحللين والمتابعين، من الذي يضمن أن هذه الحكومة التي سوف تمنح الثقة من قبل مجلس النواب أنها سوف تجري انتخابات في أسرع وقت ممكن؟ هذا السؤال المهم. إضافة إلى مسألة مهمة، أن عملية إيجاد الانتخابات المبكرة هي ليست العقبة فقط تشكيل الحكومة، وإنما هناك عقبة هي أكثر تعقيد تتعلق بقانون الانتخابات، مسألة جدا جدلية. قانون الانتخابات الحالي، الإطار التنسيقي من خلال متابعتنا باعتبارنا نحن أكاديمي وأتابع التصريحات، أنه الإطار التنسيقي وضع تقريبا على سلم الأولويات مسألة تعديل قانون الانتخابات، باعتبار أن توزيع الدوائر وفق القانون السابق وطبيعة القانون قد أضر بعملية توزيع المقاعد، باعتبار أنه حصل على أصوات لا تتناسب مع عدد المقاعد، في حين نجد
أن هناك جهات كثيرة استفادت من طبيعة القانون، لا سيما التيار الصدري، تحالف سيادة، حزب الديمقراطي الكردستاني. فالأزمة الأزمة مع أزمة، ولذلك نجد مثلا طبيعة العلاقة ما بين النظام السياسي ما بعد 2005 صعودا والعلاقة مع الوقت دائما هي علاقة طردية، كلما يمضي الوقت كلما تظهر لنا أزمات كبيرة. فيما سبق مثلا الأزمات يعني كلما يعني ذهب الوقت كلما ظهرت أمامنا أزمات كبيرة لم تكن واضحة، ولذلك كنا نتمنى أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت منذ 9/1، منذ أول جلسة لمجلس النواب. وحتى الحوارات فيما سبق كانت هناك حوارات جدية بين التيار والإطار، في الفترة الأخيرة كانت هناك حوارات على المستوى القنوات الخلفية وحوارات ثانوية، ولكن مع الأسف مع مرور الوقت بدأنا نشهد شبه انقطاع في موضوع الحوارات، وهذا الموضوع حقيقة يؤسفنا، ونتمنى أن تعاد الحوارات ما بين التيار والإطار باعتبارهم أكبر الكتل السياسية التي تتحمل مستقبل وتتحمل المسؤولية في عملية إدارة الدولة وإدارة السلطة وعملية فتح القنوات، أعتقد في غاية الأهمية. وهناك الكثير من المقترحات التي تسرع من إيجاد الحكومة، لعل من أبرز تلك المقترحات لطالما بالوقت الحاضر لدينا غريمان سياسيان لديهم وجهات نظر مختلفة متباينة، بالإمكان الاتفاق على إبعاد هؤلاء الغريمان من تشكيل الحكومة الآنية كمرحلة يعني كمرحلة وقتية، بما معناه بالإمكان الاتفاق والإجماع يعني بعد أخذ موافقة التيار الصدري ودولة القانون بضرورة أن لا يشتركوا بهذه الحكومة، وأن يشكل تحالف الفتح وجميع القوائم المنضوية معه وتحالف سيادة الحزب الديمقراطي حكومة، باعتبار أن الاثنان المتضادان من حيث الأفكار هم خارج هذه الحكومة كحل وسطي. بمعنى العقل الفكر السياسي العراقي أكيد هو منتج، نحتاج أفكار جديدة، لا يمكن الركون هذه الأزمة والقول أن هناك انسداد سياسي، يجب أن نبحث عن حلول، بمعنى الحلول ضرورية والبحث عن الحلول، لا سيما الحلول المنطقية العقلية التي تكون مخرجاتها متوازنة ومقبولة من جميع الأطراف. طيب، مو إحنا نبحث عن حلول في أجواء هادئة، هذا جانب، وجانب آخر أستاذ معين نبحث في حلول وسط أجواء مشحونة وتضليل إعلامي، وهنا نجي إلى دور الإعلام. يعني الأسبوع الماضي لما خرج التيار بتظاهرات تجاوزت 15,000، كثير من الفضائيات حاولت تقليل الأعداد وتقليل من شأن هذه التظاهرات. طيب، إحنا مرة نحسبها بالأعداد ومرة نحسبها بمطلبية هذه التظاهرات، تظاهرات تدعو إلى التعطيل وتظاهرات تدعو إلى التشكيل، كيف تنظر إلى اختلاف الأهداف بين التظاهرتين؟ طبعا أكيد الدعوة لبناء الدولة، تشكيل حكومة، وضع برنامج حكومي، منح فرصة لهذه الحكومة لتطبيق هذا البرنامج من توقيع عقد سيمنز والشروع بمشاريع مهمة وأساسية تعطي أمل لأبناء الشعب العراقي. هذا الأمل جاء بعد سنوات طويلة، يعني من 2018 كانت انتخابات أخيرة لمجلس النواب، وفي هذه الانتخابات تشكلت حكومة الدكتور عادل عبد المهدي. 2019 صارت الحركة والحراك الذي عطل الدولة، ولحد الآن وضع معطل. يعني هل نبقى بهذا الوضع يعني المعطل بدون حكومة حقيقية وتتحمل مسؤولية ظل حكومة تصريف أعمار؟ لذلك الدعوة للبناء والإعمار هي دعوة يعني حقيقية، ولابد بنفس الوقت لا يتم تغافل الآخرين. نحن لا ندعو إلى تهميش الآخرين، حتى لو تقدم التيار الصدري واستقال من مجلس النواب وسحب أعضاء بكامل الحكمة والعقل والدراية ومشوا بهذا الطريق، الآن من مجلس النواب ما بها 73 مقعد، وصارت قضية البدلاء، المفروض بالآخرين الحاليين أنه لا يصير تهميش لهذه الكتلة، هذا التيار، بحجة أنه أنت ما موجودين مجلس النواب. وهذا المنهج طرحه الإطار التنسيقي والفتح بشكل خاص، أنه يا تيار صدري أنت يا سيد مقتدى سماحة السيد إحنا نعتبرك بعدك عندك 73، القانون ما يسمح بعودتكم، ولكن ممكن تريد تشارك بالحكومة أنت 73 لك حق، وزراء مدراء ممكن تشارك ويصير لك دور. وهكذا بقضية البرنامج الحكومي، تعال خلينا نتفق
على البرنامج الحكومي اللي يخدم الشعب يخدم الناس. شنو الفائدة نعطل وضع الدولة أو نشكل حكومة وماكو برنامج؟ خلينا نتفق احنا نريد نمشي عقد سيمنز 12 ألف ميجا ب 7 مليار دولار حالنا حال مصر السيسي. لو لا هذا ممنوع علينا، مسموح لمصر ممنوع على العراق مثلا. هذا لو يوقع ونتفق عليه واكو وفرة مالية تحل مشكلة الطاقة الكهربائية، وهذا يعتبر إنجاز مهم لأبناء الشعب العراقي حتى نعيد ثقتهم بالدولة وصير علاقة بين العملية السياسية والمواطنين علاقة حقيقية. من نقول يا تعالوا انتخابات جديدة يقبلون على الانتخابات، من يطلع الانتخابات يعني يقول لك ايش حصلنا من عندها؟ انتخابات أولى وثانية ومبكرة، مو كانت مبكرة. لذلك موضوع الشوشرة وموضوع الفوضى ما مقبولة، يعني مفروض نفكر بمصلحة البلد وبنفس الوقت لا ندعو إلى تهميش أيا كان داخل هذا البلد ولا يكون هناك إقصاء. طيب. فالمشاركة ضرورية وتكون النوايا حسنة، ولكن كما تقول في هذا الوضع غير مستقر من الصعب أن يكون هناك توافق بشكل صحيح. ضيوف الكرام تفضلوا بالبقاء معي كي نتابع في الملف الآخر مشاهدي الأحبة. بين مطالب التيار وشروط الإطار أزمة خانقة تحتاج إلى الحوار والاحتكام للمقررات. مجددا حياكم الله. بالتزامن مع الخطوات التصعيدية اللي تريد أن تضع القضاء في الزوايا الحرجة، يبين قادة الإطار أن أي حل يطرح يجب أن لا يقفز على محددات الدستور. فالتجاوب اللي أبدته هذه القوة مع رؤية السيد الصدر بما يتعلق بحل البرلمان كان مشروطا بسقف القانون والدستور. نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نتابع تقرير الزميل علي حبيب. مع دعوة زعيم التيار الصدري أنصاره لملء استمارة إقامة دعوى قضائية لحل مجلس النواب ودعوة رئيس الجمهورية إلى تحديد موعد إجراء انتخابات تشريعية مقبلة بمدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، تتجه الأزمة السياسية نحو التصعيد أثر هذه المواقف المتصلبة في التعامل مع القوانين النافذة. دعوة الصدري جاءت بعد يومين فقط من تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون التي أكد فيها رفضه حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة إلا بعد عودة البرلمان بشكل طبيعي ومناقشة قناعاته، وهو ما يمثل تصعيدا جديدا من قبل الأول، انتقل من مرحلة التصعيد السياسي إلى تحريك قوة الشارع. الطرف المدعو لإقامة الدعوى عنده أي مجلس القضائي أكد ما مثبت في لوائح دستور عام 2005 بأنه لا يمتلك أي صلاحيات قانونية ودستورية تتيح له التعامل مع هذه المطالب وتكييفها باتجاه حل البرلمان، وقد يكون الحل هو الهامش الذي منح للمحكمة الاتحادية في التعامل مع تجاوز السقوف الزمنية وتأخر تنفيذ المستحقات الدستورية. هذا التشبث بالمواقف المتباعدة قد يجهض مساع الحوار وترطيب الأجواء التي يعمل عليها زعيم تحالف الفتح، بما يمكن الوصول لعقد حوار وطني شامل يمكن من خلاله الالتقاء عند نقاط مشتركة لرسم خارطة الطريق المرحلة المقبلة. فنجاح المبادرات مرهون بممكنات الحوار والاتفاق السياسي. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا، وأجدد ترحابي بالسيد النائب معالي الكاظمي والدكتور طارق الزبيدي، وكذلك تنضم معي ضيفة كريمة عبر سكايب الدكتورة راقية عبد الجبار أستاذة القانون الدستوري. حياكم الله ضيوف الكرام. دكتورة راقية، أبدأ مع حضرتك لما نتحدث عما تراه أوساط قانونية بأن الدستور يمنح متسع بعض الشيء للمحكمة الاتحادية في معالجة بعض الأمور، هل من الممكن أن يكون ما دعا إليه التيار الصدري في دائرة صلاحيات المحكمة الاتحادية؟
بداية مساء الخير عليكم وعلى قناتكم الكريمة وعلى ضيوفك الكرام. فيما يتعلق بصلاحية المحكمة الاتحادية العليا، الحقيقة قررتها المادة 93 من دستور العراق لسنة 2005. هذه المادة حددت الصلاحيات أنه تتمثل بتفسير النصوص القانونية، تتمثل بمحاولة أيضا حل القضايا الناشئة عن تطبيق الدستور العراقي وكذلك القوانين ذات الصلة. وبالتالي فمسألة حل مجلس النواب العراقي لم تتطرق لها المادة 93 من هذا الدستور. طيب، السؤال الشق الآخر من السؤال، حضرتك سألتني أنه كيف يصار إلى حل مجلس النواب العراقي؟ يصار إلى حل مجلس النواب العراقي وفق المادة 64 من الدستور العراقي لسنة 2005. هذا الحال يتمثل بطريقتين لا ثالثة لهما. الطريقة الأولى أنه أن يتقدم ثلث أعضاء مجلس النواب العراقي بطلب إلى مجلس النواب العراقي بطلبهم بالحل. يوافق على هذا الطلب لازم الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب العراقي المتمثلة بنصف عدد أعضاء زائد واحد فأكثر طبعا. يعني نص الـ 329 زائد واحد فأكثر، هذا جائز. أما إذا لم يوافق على الحل بهذه النسبة لا يحصل الحل. طيب، هذه المسألة الأولى. الحل الثاني بالـ 64؟ نعم، الحل الثاني بالـ 64؟ الحل الثاني يتمثل بطلب يتقدم برئيس مجلس الوزراء، وهذا الطلب يقدم إلى رئيس الجمهورية. هنا رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحية مطلقة، له أن يقبل طلب الحل وله أن يرفض طلب الحل. المشكلة وين؟ هسه لو تسألني أنه أي من الطريقتين ممكن أن أتصورها بظل هذا الوضع الحاصل؟ أنا أسأل السيد النائب، يعني حتى يقدرون يقدمون ثلثي أعضاء مجلس النواب أستاذ معين؟ يعني لما الـ 64 حاكمة، راحت 93 دكتورة راقية، راحت 93 ما شافت أن بيها صلاحية حل مجلس النواب. طيب الـ 64 شلون راح نقدر نتصرف إذا كان ضغط من التيار الصدري لحل البرلمان؟ احنا بنيجي حاله، عفوا دكتور سيد النائب معين الكاظم، خلي ينطينا راي بهذا الحوار حتى نرجع لحضرتك والدكتور طارق. طبعا حسب الارقام التي ذكرت بانه الثلث يحتاج 120 يقدمون طلب، 120 عضو مجلس نواب يقدم طلب الى رئاسه المجلس بحلل، وبعدين يعرض هذا الطلب على مجلس النواب. الأغلبية المطلقة 165 فما فوق، إذا يوافقون ينحل مجلس النواب. ولكن أعتقد الظروف الحالية كثير يعني من الكتل السياسية، لذلك احنا دعينا أن يكون هذا الموضوع موضوع من خلال الحوار الشامل الوطني. يعني القضية مو قضية تيار وإطار، لابد للأخوة الكردي بينون رأيهم. طيب، أنه يوافقون يدعون إلى الانتخابات مبكرة وحل مجلس النواب. الأخوة السنة يرغبون بهذا الشيء. لا تظل القضية وكأنما هو تناحر بين التيار والإطار. إضافة إلى ذلك، يعني شنو مبررات الحل؟ وحتى لو سلمنا لهذا الموضوع، يعني قلنا يابا ما يخالف، الإخوان بالتيار الصدري كان عندهم 53 مقعد 73 مقعد وانسحبوا واستقالوا والآن ما عندهم شيء، ولو كانوا موجودين كانوا مؤثرين، يعني كانوا يقدرون مثلا يجوز يحلون مجلس النواب من خلال التوافق مع حلفائهم، وكان اسهل. يعني لو بدل ما منسحبين ذاك الوقت يصير اقناع لحلفائهم في هذا الانقاذ وطن لحل مجلس النواب ودعوه الى انتخابات مبكره. الان الظروف صعبه، الان مطلوب هذا الطلب وهذه الرؤيه تطرح في الفضاء الوطني. يعني يصير حوار للكرد والسنة والشيعة ومختلف مكونات أخرى بخصوص الانتخابات المبكرة، حل مجلس النواب، حتى لو اتفقنا على هذا الموضوع وأنه ضرورة. شنو يعني باكر مثلا نحل مجلس النواب؟ شو وقت الانتخابات؟ انتخابات تصير بالقانون السابق أم يعدل بالمفوضية السابقة اللي صار عليها إشكالات؟ لو تصير مفوضية جديدة نهيئ ميزانية العمل المفوضية، المفوضية لازم تطبع أوراق لما تطبع، يعني يحتاج لها 6 شهور أو سنة أو لا؟ هذا منقول يحتاج لها سنة، يبقى البلد بدون مجلس نواب؟ يجوز الأخوة السنة مثلا حلبوسي وغيره ما يقبل، يقول لك أنا عندي
حصتي ضمن هذه التشكيلة أنا رئيس مجلس نواب، يعني يبقى رئيس وزراء ويبقى رئيس جمهورية، هم كذلك هم حكومة تصريف أعمال، يعني مو تقول مثلا أصليين، ولذلك ما لهم حق بالقانون رقم 64 أن يمارسون هذا الدور. يعني الآن رئيس وزراء مو من حقه، لأن تصريف أعمال مو منتخب من قبل مجلس النواب الحالي، حتى من حقه يقدم المقترح لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية يوافق على قضية الحل. طيب. لذلك احنا ندعو ان يكون هذا الموضوع ضمن حوار وطني. طيب. يصير تفاهم عليه، المدة الزمنية، التوقيت، خارطة الطريق، مفوضية. طيب. تغير ام لا، اسمو على اي حال استاذ معين، الحوار الوطني اذا كان بين الكتل دكتور طارق لربما تيار الصدري لا يشترك لا من قريب ولا من بعيد بهذا الحوار الوطني. إذا ما ننتقل إلى الحوار الأممي أو التدخل الأممي في هذا الموضوع ونشوف أنه بلاسخارت فاعلة في هذا الاتجاه ودخول الأمم المتحدة على الخط، هل أن الحوار الأممي يكون قبالة الحوار الوطني؟ قبل الحديث عن موضوع التدخلات الأممية والحوار الأممي، لدي مداخلتان على تتفضل. ما تفضل به الأخ الغالي الأستاذ معين والدكتورة راقية فيما يتعلق بالتوقيتات. تفضل استاذ معين، فيما يتعلق بالتوقيتات، هل تستطيع الحكومه خلال سنه سته اشهر؟ نحن نقول ان الماده 64 ثانيا قد حددت بعد حل البرلمان يجب ان تعقد يعني ان تكون اجراء الانتخابات خلال مده لا تتجاوز 60 يوما، بمعنى ان حل مجلس النواب سوف يحرج مجلس المفوضين. المفوضيه لا تستطيع خلال 60 يوما ان تجري وتكمل الاستعدادات اللوجستيه، باعتبار أن المادة 64 دكتور راقي أكيد تعرف أنه أولا صحيح هذان المطلب فيما يتعلق بالطريقتان. الطريقة الأولى طلب من ثلث أعضاء من النواب ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة، كذلك الحال حتى وإن كان هناك طلبا من رئيس الوزراء وموافقة من رئيس الجمهورية أيضا تحتاج التصويت، بمعنى أن لا يكتفي فقط موافقة رئيس الجمهورية ويكتفي ويتم حل البرلمان، في جميع في كلتا الحالتان نحتاج تصويت النصف زائد واحد على حل البرلمان 165. إضافة إلى ذلك عملية حل البرلمان بالوقت الحاضر سوف يجعل المفوضية والحكومة في حيرة من أمرها، كيف نستطيع أن نطبق المادة 64 ثانيا التي تنص أن يلزم رئيس الجمهورية أن تجرى الانتخابات ما بعد الحل في مدة أقصاها 60 يوما، يعني خلال شهرين. الموضوع الآخر موضوع جهود المبعوثة الأممية جنرال بلانسخارت، وبشكل عام نعتقد أن الأمم المتحدة، مجلس الأمن، موضوع الاتحاد الأوروبي ليس لهم أدوار في موضوع الانتخابات وتحديداته، أدوارهم فقط في تقريب وجهات النظر. ولذلك نجد أن الممثلة الأمم المتحدة عندما ذهبت للقاء السيد الصدر وعندما لقاء بعض وذهبت إلى كردستان لغرض تقريب وجهات النظر، هدفها الأساس إيجاد مشتركات، هذا الهدف الأساس، لا تستطيع أن تتدخل أكثر من هذا الخط. الكثير من العراقيين قد يبنون آمال كبيرة باعتبار أن الأمم المتحدة لديها سلطة، الأمم المتحدة فقط هي جهة رقابية، العفو، جهة إشرافية، جهة قد تساهم في عملية تطبيق ميثاق الأمم المتحدة. ميثاق الأمم المتحدة في المادة 35-34 حددت أنها تجري استطلاع وتقصي عن بعض الحالات. طيب. التي قد تهدد السلم والأمن الدوليين، ونعتقد أن موضوع العراق لم يعرض السلم والأمن الدوليين لأي خطر، ولذلك نعتقد أن التدخل الأممي في العراق هو ضعيف إلى حد كبير. ولذلك نجد أن هذه الدعوات التي قد تحاول إشراك الأمم المتحدة أو إشراك مجلس الأمن في موضوع العراق هو ليس بمصلحة العراق، هذا وجهة نظري. نعم. اسمح لي دكتور أن أنتقل إلى الدكتور راقية. دكتور راقية استمعت إلى وجهات النظر، ولكن أيضا قضية قانونية أو مهمة أريد أسأل حضرتك عنها، قضية مدى يعني دستورية وقانونية الطلبات والشكاوى اللي والاستمارات التي يتم ملأها بطلب السيد الصدر من النواب المستقيلين والمواطنين وشريحة واسعة من الذين شملتهم الدعوة، ما مدى فاعلية هذه الاستمارات وكيف ستتعامل معها الجهات المختصة القضائية المختصة تحديدا؟ بداية أحب أن أنوه عن زميلي أن المادة 64 ما تشترط الحالة أنه إذا قدم الطلب من قبل رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية لا تشترط التصويت بالأغلبية بالحالة الثانية. أعقب على موضوعك أنه في حالة إذا قدم الطلبات إلى المحكمة الاتحادية العليا
اللي تتمثل بدعاوى من قبل الأشخاص العاديين المتضررين أو يطالبون بحل مجلس النواب العراقي. ما مدى أهميتها؟ الجواب عن ذلك أنه لا أهمية لها. لماذا؟ لأنه لا تمتلك المحكمة الاتحادية العليا أن تصدر قرار بالحل. إذا ماذا تصدر قرارها بهذه الدعاوى؟ ممكن أن تصدر بأنه إلزام مجلس النواب العراقي إلى الانعقاد. يعني حضرتك يعني اطلعتي على اللائحة المكتوبة من الناحية القانونية والدستورية؟ نعم، هي لا تمتلك المحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب الأشخاص العاديين أن أي شخص آخر، ما تمتلك الحق بأنه أتحل مجلس النواب العراقي. إذا ماذا تستجيب لهم؟ أنه فقط أنه توجه دعوة إلى مجلس النواب العراقي أو تلزم بضرورة عقد جلساته. إذا تعذر عقدها داخل العاصمة بغداد فممكن أن يصار إلى عقدها في أي محافظة أخرى، واستئناف عملية تشكيل الحكومة. يعني ممكن أن يكون بالمحافظات أو أي مكان آخر، وهذا يبيح النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ضمن مواده، يبيح أنه الانعقاد خارج العاصمة بغداد وخارج المقر. وبالتالي إذا احنا أمام حالتين، حالة أنه ينادي بها التيار الصدري وهو حل مجلس النواب العراقي، وهنالك مطلب آخر وهو من قبل الإطار التنسيقي الذي يرفض التجديد لولاية ثانية أو استمرار حكومة الكاظمي. كيف يصار إلى حل هذه المسألة؟ يصار إلى حلها حسب تصوري أنه يجب أولا بداية أن يصار إلى عقد مجلس النواب العراقي بدعوة. هذه الدعوة تتمثل أما من خلال رئيس مجلس النواب العراقي أو أحد نوابه، أو من خلال طلب يقدمه ما يمثل 50 عضو من أعضاء مجلس النواب العراقي. هذه تكون جلسة طارئة يتم بها الاستمرار بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف الكتلة الأكبر بتسمية رئيس الوزراء لتشكيل الكابينة، وعندئذ يصار الاتفاق مع التيار الصدري بغية عدم تجهيله أنه أن تكون هذه الحكومة حكومة مؤقتة من مهامها الأساسية تنصرف إلى حل مجلس النواب العراقي وتعديل قانون الانتخابات العراقي والدعوة لانتخابات جديدة. طيب، يعني إحنا أخذنا المسألة من الوسط، هم بنفس الوقت احترمنا طلبات الإطار التنسيقي، وبنفس الوقت عقدنا جلسة واستمرينا بتشكيل الحكومة، وبذات الوقت احترمنا مطالب التيار الصدري بأنه هذه الحكومة هي سوف تكون من أهم مهامها الأساسية وتعديل قانون الانتخابات العراقي والدعوة لانتخابات جديدة. طيب، وأيضا حل مجلس النواب العراقي. طيب، أنا هذا تصوري الحل حتى يصار لحل. واضح ورأي مهم جدا يعني، وننسج عليه ملف كامل في حلقة مقبلة دكتورة. ولكن في سؤال أخير لحضرتك أستاذ معين، نتحدث عن تراتبية التماس مع القضاء أو الجهاز القضائي. نلاحظ أنه عند بداية تظاهرات التيار الصدري ورفع الصبات ودخول الخضراء كان هنالك توجيه في تغريدة أن لا تقربوا إلى المؤسسة القضائية، هذه لربما تقرأ تلويح بالقوة. لما تغريدة ثانية تضع القضاء على المحك وتعطيه مهلة أسبوع أن يقول قولته، هذه شلون نقراها؟ وأيضا هل تستشرف بأن المؤسسة القضائية تتعرض لما تعرض إليه البرلمان؟ والله يعني الممارسات التي حصلت طيلة الشهر الماضي ولحد الآن ممارسات مؤسفة، سواء من خلال التغريدات والبيانات وحتى من قبل مواطنين بسطاء تراهم يلوحون بقضية القضايا خارجة عن القانون. وكان القضاء كذلك مستهدف من حيث بالشعارات، موضوع يتطور إلى وصول كما هي الحالة مع مجلس النواب، هاي قضية يعني خطيرة. لذلك نأمل أن يكون هناك تعامل بحكمة والمحافظة على سلامة هذا البلد. ونشوف الآن اليوم جماهير وأبناء الشعب العراقي يعني متوجسين خيفة مما يجري، كثير من الأمور معطلة، حياة الناس معطلة، حتى الوضع الاقتصادي وغيره من قضايا. لذلك هذا الموضوع يعني اللجوء إلى أساليب غير قانونية غير مقبول. حتى هي هذه الدعوة المقدمة
يعني يستند فيها التيار الصدري إلى طول المدة، وأنه تم تجاوز المدة الزمنية المحددة، ما أدري أكون مدة زمنية محددة. وبينما نرى أن التيار الصدري من اجتماع مجلس النواب في 9/1/2022 بدأ بالماراثون لتشكيل الحكومة مستبعدا الإطار التنسيقي لخمسة أشهر، يعني ذاك ما كان بتجاوز على المدة الزمنية، الآن صار تجاوز، يعني إلى آخر لحظات تحاول أنه تشكل حكومة، ومو بشهر ولا شهرين إلى خمسة أشهر. والآن لا يمكن العتب على الكتل السياسية لأنه أنت المجلس النواب معطل ولا يسمح بإنعقاد جلساته، يعني هذا الوقت المضيع بسبب تعطيل السلطة التشريعية. لذلك أملنا أن يكون هناك تفاهم ونرجع للحوار، وما طرح من مقترح ممكن، هذا ليس بالشيء البعيد، يعني أنه تعال يابا هذه الحكومة تشكل، وهذه الحكومة مؤقتة انتقالية، واجبها تحضر الانتخابات قادمة، وواجبها تخلي قانون للموازنة حتى الأمور تمشي بالسنة القادمة، وتشرع قانون انتخابات كمجلس نواب يظل ويمارس دوره حتى الحياة ترجع، ونحاول نحقق شيء للناس للمواطنين حتى يصير عندهم ثقة بالحكومة بالوضع. وهذا لا يعتبر وكأنما هو فوز لجهة محددة، نأمل أن يكون حتى توافق على البرنامج الحكومي، والإنجاز اللي يحصل هو إنجاز للجميع. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ معين كاظم النائب عن تحالف الفتح، وشكر كثير حضرتك الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وكذلك شكري موصول للدكتورة راقية الخزعلي أستاذة القانون الدستوري حدثتنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام، وشكر لكم أيضا مشاهدي أحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.